سامي كيفك؟ فؤاد انت اجيت يا ابني؟ ايه اجيت يا ابي. وينك انت؟ يا ابني انا بالغرفة قافلين علي ما بعرف ليش. يلا يلا اجيت افتح لك. خذ وقتك يا ابني، المهم انك اجيت بس. ايه يلا. كرمال اوره تاخذني ابو سامي، تاخرت عليك. المهم انك جيت لك يا ابني، المهم انك جيت بس. ايش ابن ابو سامي بدك تقلب لنا اياها فيلم هندي هلا؟ لك مو بيدي لك يا ابني، والله انشغل بالي عليك انا. لك يا ابي شو صار علي انا؟ شو بيعرفني لك يا ابني؟ المشكلة انه كثر الموظفين اللي عندك خوفني. صحيح هن عاملوني بكل احترام ولما امروا يوقفوا مثل الالف. بعدين يعني الحراس اللي حواليك ليش؟ هو ما عم بفهم. لا ابو سامي بدي ازعل منك هيك؟ مو انت بزمانك علمتني وفهمتني انه كل ما كثروا الناس اللي لهم معي رزقه الله بيزيدني اكثر واكثر؟ نمس طول عمرك نمس، بتعرف تقنع بالحجه. الله يرزقك اكثر لك يا ابني مشان تبحبح لهم اكثر. الله يخلي لنا اياك. امشي خلينا نغير هون لانك انت اكيد بتكون ملي. جرب جرب لداخل. اما شو حجزت لك الاوتيل 5 نجوم يا ابو سامي؟ لا نجوم ولا معها، بقي عندي ميلا وراجي بيفضحوني اذا ما رحت لعندهم. طيب يلا جرب جرب يلا تفضل. شرف ابو سامي. بدك تسكر الباب بابا؟ لا لا هلا بيجوا الشباب بيسكروا. ابو محمد ابو محمد يا ابو محمد افتح حريش العالم تحفى لحتى تلاقي شغل. ليه تارك شغله ورايح؟ ابي تعرف في شغله هنيك بدي اخذ رايك فيها. ليه؟ اي يلا شرف. ابو سامي حبيبي ليك ابي نحن بس بدنا نطلع على السور شغلة بسيطة يعني وبدنا ننط لتحت ما لها صعبة كثير. من هون لتحت؟ ايوه من هون لتحت على مهلك بسيطة مو؟ كبابا فيها من فوق الست دروع هاي تلفل لهذا الناطور يجيب المفتاح وملهل. الناطور عنده شغلة حكى معي ما حيقدر يجي والباب مسكر. ابو سام شغلتها بسيطة ليك انا حنزل قبلك حنزل الشنتاية والشمسية. شوف شوف ها قول الله على مهلك يا ابني على مهلك على مهلك ولا يهمك ولا يهمك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلت الشمسية والشنتاية بأمان. أبو سامي شغلتها بسيطة ما بس كسرت؟ لا 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 ما كسرت ما صار شيء. يلا جاهز أبي؟ تمام أبو سامي الله يخليك حبيبي. بسرعة أبي مش باب حدا من الجيران يشتري يفكرنا عم نسرق عم نعملنا شي شغلة بتعرف أنت يعني ما حدا فهمان شو صار مع البواب. بابا عالي شبنا ابو سامي والله مو كثير عاليه. ايوه بركين بركين كسر فيه شيء. ولو ابو سامي انا شو عم بعمل هون حبيبي؟ ابي انت نط وانا مستلقيك يلا. سامي يعني عن جد معقول مالك ثقة بفؤاد يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجيبك. صار لك شيء يا ابي؟ ما بعرف علي. اياك تاني مرة تقول مالك ثقة فيها.
نبطل لك اياها مرة ثانية. لك يا حبيبي يا ابو سامي. ان شاء الله ما يكون انكسر فيه شيء. لا 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 ان شاء الله لا في شيء. لانه اللي بعمرنا كسروا ما بيجبر. الله يحميك. لو شاشة العظم يعني. شوف لي امشي في مسارك سيبها. يلا. الله يسعد لي ربنا شبوبية بدنا ندبر لك عمود اسمه هون اول الحارة. شرف اني شرف. الله يسعدك. موجوع ابي شيء؟ يعني شوي ظاهر وقعت على الصابون تبع رجلي. ان شاء الله صابونتي ولا صابونتك يا ابي. سلامتك. ما قلت لي شو بتحب تتغدى؟ سمكة حرة. اسم الله اسم الله اسم الله على قلبك. احلى سمكة حرة تخدم شواربك. شرفني شرفني.